بالعمل معاك يعني. كابتن خالد بتفتقد لأنك أنت دلوقتي مش موجود إعلاميا. أنا عارف إن أنت جالك أكتر من عرض وأنت مش حابب إنك أنت تاخد قرار متسرع في تقديم برنامج أو قبول العروض اللي بتجيلك. بتفتقد عدم الظهور دلوقتي؟ والله يا اسلام الحمد لله انا عندي راديو بطلع كل يوم من 5 لـ 6:30، وطبعا ناس زعلانه يعني، ناس كل واحد كل انسان بيبقى له جمهور بيحبه بيتعلق بيه يعني، فيعني الجمهور الناس اللي بتحبني زعلانين ان انا ما بطلعش دلوقتي خالص او مختفي شويه نوعا ما، وانا نفس الوقت مش حابب ان انا اظهر في اي قناه، ومش حابب ان انا اظهر لمجرد الظهور، عايز يعني ارجع في قناه محترمه، قناه يكون ميعادها كويس، قناه يعني اقدر من خلالها ان انا يعني اعمل حاجه كويسه للمشاهد، يعني مش مجرد الظهور او ان انا اقبض كل شهر فلوس وخلاص يعني. الواحد مش موظف، عارف 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 يا اسلام، زي بالظبط كده لعيب الكوره اللي ايه يقعد على الدكه ومش فارقه معاه بس المهم يقبض. لا يعني انت في نفس الوقت برضو مش مهم تظهر، المهم ان انت اما تظهر يبقى لك قيمه، اما تظهر يبقى يعني الناس تتابعك وتشوف كلامك وتهتم بكلامك، هي دي الظهور الحقيقي. لكن ما انت عندك ملايين من الناس بتظهر وملهاش اي تاثير ولا اي قدره على انها توجه الراي العام للصح او الغلط. ليه بعض الاهلاويه بيعتبروك انك انت يعني بتعمل برنامج علشان تدافع عن نادي الزمالك بس؟ والله ابدا يعني انا عندي كتير من جمهور النادي الاهلي بيحبني، انا عارف دوت، بس انا يعني دايما بجيب بص يا اسلام، انا دايما الحمد لله على مدار سنوات من الاعلام كنت دايما ليا خبطات اعلاميه من ايام ما احنا كنا بنشتغل مع بعض يا اسلام، ودايما كنا بنتهاجم.